صرح مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بأن 3 آسيويين لقوا حتفهم فجر اليوم إثر تعرضهم للاختناق نتيجة اندلاع حريق بمبنى مكون من طابقين يسكنه عدد من العمال الآسيويين بمنطقة مخارجة في العاصمة المنامة. وأوضح العميد محمد شويطر أن غرفة العمليات الرئيسة تلقت البلاغ في الساعة 2:38 قبل فجر اليوم، حيث توجهت وحدات الدفاع المدني على الفور إلى موقع الحريق وباشرت عمليات الإنقاذ والإخماد، وتمكنت من السيطرة على الحريق والحيلولة دون امتداده للمباني المجاورة، وانتشلت جثث المتوفين 3، مشيرا إلى أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة شخص واحد بحروق بسيطة. وأضاف مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني أن الحريق، والذي اتضح أن سببه الإهمال، قد أدى إلى تضرر الطابق الأول من المبنى بالكامل، مشيرا إلى أنه تم إخطار النيابة العامة بالواقعة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف العميد محمد شويطر مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني. مساء الخير العميد محمد، لو تحدثنا بداية ما هي أسباب الحريق وما هي جنسيات المتوفين أيضا في الحريق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما تفضلت، استلمت غرفة العمليات الدفاع المدني في الصباح الباكر، وتوجهت آليات الدفاع المدني وصلت خلال 3 دقائق. وطبعا عند وصولهم كان الحريق منتشر بالكامل في المبنى بالطابق الأول، والطابق الأرضي كان ممتلئ بالدخان الكثيف، وكان طبعا الحريق مشتعل بسرعة هائلة. والظاهر حسب المنظور أن الحريق مشتعل، وتأخروا الإخوان في الاتصال بسبب طبعا أعتقد أن هروب الأشخاص من المبنى بالإخلاء. والمبنى كان حسب ما عرفنا انه يتكون تقريبا من 100 فوق ال 100 شخص تقريبا من عمال. فوقت اللي حدث الحريق هربوا من المبنى ونسوا هذين الثلاثه، لان في كانت حجره اخيريه. طبعا هذين توفوا بسبب استنشاق الدخان، مو بسبب انهم احترقوا، بسبب انتشار الدخان. طبعا المشكله ان سكن العمال، طبعا اغلب سكن العمال اللي موجود الحين في البحرين يفتقر الى امور سلامه، ومباني قديمه، حتى بعض المباني لا تصلح ان تضع فيها حتى امور السلامه واجهزه الانذار. المشكله ان لا يوجد تشريع للمستاجر عندما يستاجر شخص من حق سكن، الشخص هذه يسكن عمال مجموعات كبيرة بدون علم المالك. المفروض أن في تشريع أن المالك هذه قبل لا يأجر المكان المبنى للعمال، المفروض أنه يتجه إلى الجهات المختصة ليأخذ الإذن، بالإضافة أنه يفحص المبنى من قبل البلدية، من قبل الصحة، كم شخص المفروض يكون في هذه المبنى، من قبل الدفاع المدني، أمور السلامة موجودة، هل هذا المبنى صالح ولا غير صالح. لكن مع الأسف المالك يأجر المبنى وانتهى الموضوع. فطبعا أمور هاي طبعا من احنا من 2006 وفحوصات لهذه كثير لهذه المباني. المشكلة ان يعني وزارة العمل عندها قرار، عندها قانون بالنسبة عن الشركات والمؤسسات والمقاولين، تلزمهم بعمل مبنى متكامل جيد لسكن العمال. لكن المشكلة الثانية اللي هو العمال هذين اللي مثلا اللي عنده خباز، واللي عنده نجار، واللي عنده صباغ، واللي عنده هذين كلهم يلتمون، ما مش تشريع لهم، ما يلتمون في مبنى واحد يعني قديم
فهذه نعم العميد محمد، لو تحدثنا عن المصابين والمتوفين، ما هي جنسيات المتوفين في الحريق وما هو مستوى الإصابات ومدى استقرار الوضع الصحي بالنسبة للمصابين في هذه الحادثة؟ بالنسبة طبعا على المصابين هم من الجنسيات الآسيوية، العمال من الجنسيات الآسيوية. وبالنسبة عن المصاب، هذه مصاب كان مصابين حروق بسيطة طبعا لا تذكر، هذا لان اللي كانوا وقت هروبهم تاثروا بحروق بسيطه، بس المتوفين مثل ما قلت لك توفوا بالاختناق. الاختناق احنا بعد مثل ما تفضلت نتمنى ان مو بس سكن العمال، حتى البيوت يعني المفروض يحطون لهم اجهزه الدخان الاعلى بتري، والله انها غير مكلفه. هذه في حاله ان الانسان نايم، هذا لانهم نيام واستنشقوا الدخان وناموا محل، ووفيات كثيره حدثت مو بس في حتى في المنازل. يعني الواحد ياخذ له جهاز اللي هو كاشف الدخان، مثل ما صار دخان بسيط على بتري عادي يشتغل، نعم، يصيح عنده علشان يوعيه، عشان دخيل الله ما يتوفى وهو يستنشق الدخان وهو نايم. فبالنسبه طبعا عن المحل، والله ان يعني البارحه انا شفته المكان، يعني في سلندرات غاز، في اتشوال، في فانفجر سلندر من السلندرات بسبب الدخان داخل المبنى بعد. وثاني شيء البارتيشنات الخشب، يعني كل واحد بس يستاجر بيت يروح يحط لك الحجر من خشب على راحته، بس في الطابق الاخير يوجد حجرتين من الخشب فوق. نعم. فيعني المشكله، فيعني لازم يوضع تشريع لصاحب العقار. صحيح. العميد محمد شويطر، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، شكرا جزيلا لك.